هربوا من الحر إلى برودة مائه فغدر بهم. 3 صبيان غرقوا في نهر دجلة عند سباحتهم في النهر. عبد الله وخيبر ومقتدى عادوا إلى أهلهم بحي العامل في بغداد جثثا غارقة. والقصة الكاملة ترويها العائلة. هم 6، الأربعة طبوا غرقوا هم 4، واحد من عتم نقضوه، نقضوا واحد مستطرق وشرطي اطلعه نسوي له تنفس عيني وناقضينه. واحد من 3 أطفال يعني هسه ما اقدر احكي. الله جاني ولقيت قوات يدني، شنو ذنبني؟ 3 أطفال راحوا من يم علي اساس بذمه منو؟ بالقرب من جسر الجمهورية نزل الصبية في رحلة لا عودة. المكان معروف لمن يروم النزول للسباحة في النهر، لكن غير المعروف هو غياب الشرطة النهرية هناك، ما تسبب بغرقهم كما يقول أهل المتوفين. ويقولون أيضا أن الغواصين طلبوا المال في قبال انتشال جثثهم. هي لو اكو مراقبه يعني وشرطه هناك ومراقبه يعني على النهريه كان ما غرقت هاي العالم. يعني لازم اكو مراقبه، لازم هاي العالم جاهل. هو شفتيهم لو متواجدين والحرس متواجده والشرطه متواجده كل شيء ما يصير، لان ازي شيء يخافون يقومون من الشرطه يخافون من هذا، بهيك حاله ما يوصلون للشط. القواصين اللي نزلوا يعني يدرون بهم هم بنفس المكان، بس طلبت فلوس من الاهالي، الاهالي يعني من يجيب لهم فلوس. اسماء جديده وظيفه قائمه ضحايا موسم الغرق، ومعها تبقى مخاطر السباحه في النهر حاضره امام غياب الوعي عند بعض الاهالي عن تلك المخاطر، وضعف دور الفرق النهريه احيانا وفق مختصين، ليبقى موسم الغرق رفيقا دائما لموسم الصيف. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.